تتخذ حرية الإنسان قيمة عليا في الثقافة المعاصرة. الحرية شعاره مثل أعلى، يعني إنسان يريد حريته، طبعا حريته في الخيارات البشرية، يعني هو يقدر يتحرر مثلا من بعض الأمور، بعض القيود الاجتماعية، لكن ما يقدر يتحرر مثلا من القوانين الكونية. نعم، البعض ينظر في هذا السبيل، لكن ما يقدر، حتى تنظيره أو حتى تفكيره هو يعني بحسب قوانين الفيزياء، ما يقدر يتخلص منها مثلا حسب قولهم. فتتخذ حرية الإنسان قيمة عليا في الثقافة المعاصرة، في أسس العلاقة بين الدولة والمجتمع، رغم أن بينهما تناسبا عكسيا. يعني اللي ينظرون يخلون حرية الإنسان بالدرجة الأولى، ويحاولون يسحبون الدولة قدر الإمكان، يكون من أهدافه أنه تنسحب قدر الإمكان من حياة المواطنين، فيبررون أنه انسحابه من السوق وترك السوق حرة لكي لا تقيد الإنسان لتاجرهم، ويتاجرون فقط أصحاب رؤوس الأموال اللي راح يسيطرون على السوق ويحتكرونه، ما يقدر الإنسان الاعتيادي ينافسهم. فمو بمعنى حرية، هذه مثل ما تقول الكاتبة هذا السمان تقول حرية الأكل لشخص اقتلعت معدته، يعني وحرية السباحة في البحر، وسط البحر لأناس ترميهم في البحر، تنطيهم حرية السباحة أينما اتجهوا. الدولة لازم تكون راعية، يعني ترعى رؤوس الأموال الضعيفة، ترعى المواطن، ترعى المستهلك، وهكذا. يعني الدولة أو الحكومة تقيد من حرية الأفراد في الطبيعة، لأنها تمثل سلطة تفرض على الأفراد أو تفرض على الأفراد تطبيق التزامات عامة قد لا يقتنع بها كثير من الناس، ما يقتنعون بها كثير من الناس، لكن الدولة تفرض عليهم مسألة المرور، إشارات المرور، مسألة السرعة، تجاوز السرعة. وبحسب المفكر الفرنسي جان جاك روسو، هذا عاش بالقرن الثامن عشر، في نظرية العقد الاجتماعي للتأسيس لشرعية السلطة، كان يكتب على شرعية الحاكم والمحكوم، واجبات الحاكم المحكوم، فإن المجتمع، هذا نظرية العقد الاجتماعي، خاف السمعون عليها، يعني أنه المجتمع يتنازل عن جزء من حريته للدولة في قبال تأمين الدولة للأمن والأمور الرئيسية، الحاجات الأساسية يسمونها، التي لا يمكن أن يقوم بها الأفراد كل على حدة. وهذا يعني أنه كلما زادت الحاجات العامة للمجتمع والمتطلبات الأمنية، كلما تنازل المجتمع عن جزء إضافي من حريته. هي علاقة عكسية، كلما زادت حاجات الإنسان في ظروف الطوارئ، في ظروف انعدام الأمن، هو ينادي للحكومة تعالوا خلصونا، تعالوا قيدوا حريتنا. هذه يعني فأكو تناسب عكسي بين الحرية وبين أنه الدولة، دور الدولة، تناسب عكسي. أحيانا مثلا لذلك قلنا فيما سبق انه الدستور شلون تدرع الحكومات للتخلص من فقرات الدستور بالحاله الامنيه، شلون تدرع بمساله حقوق الانسان حاله طوارئ، فتتجاوز، سوى حظر يقيد حريه الانسان. يعني ليس هناك عقد اجتماعي في القرن الثامن، يعني كانت الناس ما مؤهله انه يصير راي عام او تصويت عام، الثامن عشر، فضلا عما قبله من تاريخ الدوله. فهذا التنظير يعني تنظير، يعني وكأنه يتكلم من جانب القدر، يعني أنه لا بد من دولة. أما عقد اجتماعي والناس تنازلت عن حريتها الدولة كذا بهذه الصيغة المثالية، ما جرى هيك عقد يعني، ولا صار تصويت عليها، ما شهد قبول المجتمعات لذلك العقد والتراضي بشأنه في زمان لم تكن عليها التصويت وفكرته شائعة. وإنما يتحدث روسو عن عقد ضمني في أذهان الناس، فهم لو سئلوا عن سر خضوعهم للسلطة وطاعتهم للحاكم، سر طاعتهم للحاكم، سيقولون أنهم يفعلون ذلك للحفاظ، أو يفعلون ذلك للحفاظ على كيان الدولة التي من دونها سيتعرض المجتمع للغزو الخارجي مثلا، وسيقطع اللصوص الطرقات والقراصنة المسالك البحرية، يحتاجون الدولة يطيعون الحفاظ على أنه كيان المجتمع.
ولا بد في عندنا في التراث الحديثي الروائي، لا بد للناس من إمام بر أو فاجر تأمن به الطرق ويجبى به الخراج. سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. طبعا الإمام البر أفضل من الإمام الفاجر يعني، لكن ما تكون فوضى، لا بد من الناس يعني شخص يأمن الطرق ويجبى الخراج، يأخذ الضرائب وتقوم عليه أركان الدولة. يعني الدولة هي خير يعني، لولا الدولة ما كانت المجتمعات تقدر تتطور. لو بقيت المجتمعات متفرقة ما كانت تقدر تتطور. راح نجي على أنه كون كان إدريس عليه السلام أول من مدن المدن في الحديث، مدن المدن صارت مدن يعني، الناس بدل ما تسكن متفرقة أصبحت لا مدينة. لذلك يكون التبادل الثقافي في المدينة مثلا أكثر من الأرياف. ليش؟ الأرياف متباعد يعني، المجتمعات متباعدة، بينما هذا مجتمع كبير رغم مساوئ المدينة من جهة أخرى مثل التلوث، لكن تكون أفضل من ناحية هو تطوير الإمكانيات. الإمام الصالح خير من الإمام الفاجر، والإمام الفاجر خير من حالة الفوضى. وإذا قلت الحاجات العامة، واتفق الناس إن هي علاقة عكسية بين الحاجات الأساسية وبين تدخل الدولة، إذا قلت الحاجات العامة واتفق الناس على أداء أدوارهم بانتظام، ستقل الحاجة إلى الدولة. ولا يحصل ذلك إلا بعد عصور طويلة من التربية تزول فيها الحاجة إلى الدولة لاتفاق الجميع على الالتزام بما يحفظ المصلحة العامة، حتى في المعارك والأعمال التطوعية وتوزيع المهام. هيك نتصور إذا المجتمع عرف الطريقة تزول الحاجة إلى الدولة. طبعا هناك قوى معينة غير الحاجة، حاجة الناس للدولة تفقد الدولة منها المنافع اللي يجنيها الحكام. يعني جنى المليارات يعني بوش، جورج بوش وديك تشيني في الحرب يعني اللي سووها على العراق من ناحية عقود الإطعام وعقود التسليح من الشركات، وكانت تجهز هذه الأمور. فأكو مصالح للحكام، والحكام عادة يكونون أقدر على الصراع والنزاعات، مو ينعكس عليهم تربية المجتمع، لا هم لهم تربية خاصة ولهم مصالح خاصة تخليهم ينحرفون أكثر يعني. وعرفنا سابقا أن السلطة تفسد الإنسان عادة يعني. وكلما زادت فوضوية المجتمع وقلة الوعي الاجتماعي لأفراده، كلما زادت الحاجة إلى الحكومة، كما هو مشاهد في حالات الانفلات الأمني من الكوارث، يحتاج تدخل الدولة. وهذا قد يحصل يعني، أي زوال الدولة، وهذا أي زوال الدولة، أي زوال الحاجة إلى الدولة. قد يحصل في المستقبل البعيد البشرية وفق هذا السيناريو، أنه زود الوعي، يزيد الوعي بشكل كبير فتزول الحاجة إلى الدولة يعني. قد يحصل في المستقبل البعيد البشرية، ومن البعيد أن يحصل في المستقبل المنظور، رغم ما تتمتع به البشرية اليوم من ثقافة وقابلية للتفاهم، ولكنها لا يمكن أن تعيش بلا دولة. كما لوحظ في دول كبرى مثل الولايات المتحدة، فإنه حالما تختفي القوة الأمنية من الشارع، كما في حالات الإخلاء تحسب الكوارث، تكثر اللصوص وحالات النهب، فتبقى من الصعب أنه تنسحب الدولة عن الساحة. بل يكثر اليوم التفكير بالحاجة إلى سلطة عالمية تحكم الخلافات بين الدول وتسيطر على الصراعات المتفاقمة. البعض ينظر لأنه نحتاج دولة، العالم ما يصير بلا قيادة، كان تحت قيادة أمريكا هسه ما إلى قائد، لأن الصين صارت قوية والكذا قوية. طبعا هي قيادة أمريكا ما للعالم بشكل منفرد ما كانت يعني إلا في سنوات معدودة يعني، بعد سقوط كان توازن العالم، يقال أنه العالم قائم على توازن قطبين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. لما تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991 ومر بأزمة اقتصادية كبيرة، وتفكك الجمهوريات
من 91 هنا بدأت سيطرة الولايات المتحدة. من 91 إلى حاليا موجود، لكن صعد الاقتصاد الصيني. كانت يعني تنبؤات أو تخمينات لصعود الاقتصاد، كان ينمو بدرجة كبيرة الاقتصاد الصيني. وكانت أمريكا طبعا كل فترة تفرض عليه ضرائب حتى تقلله، تقلل أي نشاط. الاقتصاد الياباني كان ضخم جدا، يعني فرضت عليه الولايات المتحدة قيود لمن قللت طموح اليابانيين حتى يبقون هم مسيطرين. يعني كانت سيطرة الولايات المتحدة جائرة، يعني ما كانت تنظم دول العالم، لا كانت تنشر الفتن وتنشر الفقر. وكان حتى زيادة الحنطة، لما يزود عندها حنطة في الإنتاج ترميها بالبحر حتى ما يقل سعر الحنطة. فما كانت يعني الحاجة العالمية هي اللي فرضت هيمنة الولايات المتحدة على العالم، هيمنة الدولار على العالم. إنه من الغطرسة الأمريكية إنه كانت الاتفاق على أنه بعد الحرب العالمية على أنه يكون لكل عملة، عملة كل دولة، رصيد من الذهب. أين يوضع هذا الرصيد من الذهب؟ في الولايات المتحدة. فإذا تريد الدولة تزيد عملتها تزيد رصيدها من الذهب. وكان للدولار أيضا رصيد من الذهب. بعدين قرروا بمفردهم أنه يفصلون الدولار، يعني بعد ما فرضوا أنه الدولار كعملة عالمية قرروا يفصلون الدولار عن الذهب. يعني الولايات المتحدة لما تزيد قيمة دولارها ما تخلي الرصيد من الذهب، يعني قيمة الدولار هو طباعته. الشيء اللي تشتري بالعملة بالدولار يعني في الحقيقة إنما تفرض قوة الدولار بقوة السلاح الأمريكي والسياسة الأمريكية. فدول العالم بقت مرتبطة بالذهب وتودي ذهب للولايات المتحدة، والولايات المتحدة ما تخلي ذهب مقابل دولارها، وتفرضه ما تقدر أي دولة تتحرر من هيمنة الدولار رغم أنه هو بلا قيمة. فديونها وكذا وكل شيء يعامل بالدولار، ما عدا الصين ففرضت عملة ثانية الين الصيني إلى جانب الدولار. فقيادة الولايات المتحدة ما تنشأ من حاجة العالم أنه راح يصير فوضى بدون الولايات المتحدة، لا. لكنه كمثال للبعض من يقول لابد من أنه قطب عالمي يحكم فقط، لا. هذه في 30 سنة الأخيرة فقط كانت ظهر قطب واحد. سابقا كان يقال أنه توازن للعالم على قرنين، على قرنين يلا يتوازن العالم. لكن هي فعلا العالم كل ما زادت الخلافات كل ما احتاجينا إلى دولة عالمية. يعني أسلحة ضخمة كبيرة، يعني عندهم أسلحة نووية ممكن تفني الحياة على الأرض، ما ممكن لخلافات معينة ممكن كادت تقع الحرب العالمية يعني النووية في لحظات حرجة، لكن دفعها الله عنهم. يعني يعني مجرد إطلاق أسلحة نووية من طرف تنطلق أسلحة الطرف الآخر. فهذا شيء، حتى أنه أكو أسلحة ذا ديد هاند، أسلحة اليد الميتة، أنه تطلق الأسلحة إذا لم تتلقى إشارة. يعني إذا تعرضت مثلا روسيا لضربة نووية وأبيدت القيادات مالتها، راح غواصات راح تنطلق منها أوتوماتيكي، راح تنطلق منها أسلحة نووية تسمى اليد الميتة ديد هاند، حتى ترد على الولايات المتحدة. فهذه الشيء، هذا يعني العالم الخطير للأسلحة. ويقع في يد السفهاء. كان ساركوزي تستقبل دول العالم، يريد يعني يغيظ زوجته الأولى، ف يعني يسافر مع عشيقته لبعض الدول حتى يغيظها أنه تارك زوجته بالبيت. ويستقبلون دول العالم ويعرفون أنه هو مجرد جاي يريد يغيظ زوجته. يعني هذا الشخص وياه حقيبة نووية يطلق على أساس الأسلحة. يعني طبعا هم همين حذرين شوية، يعني أثناء ما يعني يمر يشرب خمر، يعني هذا رئيس الدولة ينتبهون للحقيبة اللي وياه، يعني فتاخذ العصبية فجأة يعني يطلق صواريخ نووية. على كل حال العالم بحاجة إلى قيادة عالمية، لكن قيادة عالمية حكيمة، مو قيادة من هذا النوع، قيادة أمثال ترامب وغيره. الصراعات المتفاقمة قد تؤدي إلى انقراض البشرية فيما لو اندلعت حرب نووية أو بيولوجية بين الدول الكبرى. اليوم شفتوا اليوم هذا مثلا الجراثيم ممكن تفعل أكثر من السلاح النووي.
ملايين، وصل عدد المتوفون يعني المتوفين بكورونا ملايين، فقط في الولايات المتحدة قرابة 300 ألف، أكثر من 300 ألف شخص. وكلما طبعا أنه نتراجع بالزمان راح نلقي الحاجة أكثر للدولة، كلما تراجعنا في الزمان الماضي ستكون الحاجة أكثر للدولة. لماذا؟ لاحظ، تراجع في الزمان في الماضي بسبب قلة وعي الناس، يحتاجون دولة، يجي شخص ما يلتزم بالقانون يحتاج دولة جبرة يعني، يعني هسه احنا هم نحتاج للدولة، مو بسبب قلة وعي الناس، إذا تصورنا الناس أكثر ثقافة من الماضي وهو كذلك، وإنما بسبب تعقد الحياة. أكو يعني يوجد عنصران لزيادة الحاجة إلى الدولة، الأول هو الوعي، كلما زاد وعي الناس قلت الحاجة إلى الدولة. مثلا تم يعني مشاريع خيرية تقدر تنفذها، لكن لما الشعب ما يستجيب لك، مثلا مشاريع عامة مثلا خدمية تحتاج إجبار الناس على شيء معين، فالدولة قلنا هم يعني هي عكس الحرية. فالوعي كلما زاد تقل الحاجة إلى الدولة، لكن أكو عنصر آخر يفرض الحاجة إلى الدولة وهي تعقيد الحياة، كلما تعقدت الحياة أكثر كلما نحتاج إلى دولة تنظم المطارات، تنظم الطرق، تنظم الملاحة، تنظم التعليم، تنظم التخطيط بين الوزارات، ما يقدر الناس تخطط لخطة للتعليم العالي، يضع خطة للتعليم العالي للتخرج والشهادات الكميات، ما يقدر يعني. في الحديث الشريف أنه كلما مر الزمان كلما زادت الحاجة إلى الإمام، الحياة تتعقد فيحتاجون للإمام اللي ينظم الأمور، لكن كلما تراجعنا في الزمان إلى الماضي تزيد الحاجة إلى الدولة. لماذا؟ لقلة الوعي. فمن المنطقي أنه تزداد الحاجة إلى الدولة في الماضي، لأن البشرية قاعد تنمو معرفيا. فإذا تصورنا أن بداية الإنسان كانت بسيطة جدا وحياته كانت منفردة، منفردة، البعض يفرض أنه كانوا على الأشجار عايشين مثلا، يصيدون مثل الحيوانات، طبعا هاي هيك نظريات مادية. الحقيقة الإنسان بدأ بداية محترمة، كان أول البشر هو نبي، نبي يعرف الأسماء كلها، آدم عليه السلام، فما كان ما نحتاج هاي السيناريو الطويل اللي يحتاج ربما ملايين السنين. فإذا تصورنا أن بداية الإنسان كانت بسيطة جدا حياته كانت منفردة، فإن التحول من الحياة الفردية إلى الحياة الاجتماعية، بدأوا يتحولون إلى مجتمع، شلون بدأوا يتحولوا إلى مجتمع بدل ما كل واحد يعني وحد يعني، ولا سيما مع مجتمع الجهل، ستلاحظون أنه الإنسان عادة المجتمع حتى في بعض المجتمعات في المدينة يفضل ينعزل عن جيرانه عن منطقته، ما يعرف منطقته، ليش؟ يتكفى الشر مثلا ما يقولون يعني، يقل ثقافته الاجتماعية. لا، هي الإسلام ما يريد هيك، يريد الإنسان تكون عنده مروءة، مروءة إطعام الطعام وكذا مثلا، هيك الأشياء الاجتماعية، وتكون له شفاعة ويكون له تواصل وزيارة الأرحام. فلكن الناس أنه رغم أنهم عايشين في المدينة لكن يفضلون الانعزال والانفراد، يعني ممكن أنه يتجنبون أنه نقاط ضعفهم يطلع عليها الآخر يعني، وهكذا. فالحياة الفردية تحولت، كيف تحولت إلى مجتمع، ثم المجتمع اقتنع بالدولة، هذه سلسلة طويلة يعني، بأهمية الدولة ورضاهم بطاعتها، وشلون يتقننون اللي قال عليه روسو، يتنازلون عن حريتهم في سبيل الأمن العام، يحتاج إلى وعي عالي. إذا كان الإنسان بدائي ما يقدر يعني منه حدا يربي نفسه يعني، وترشيح بعضهم ليسلموا له عنان قيادتهم، لاحظوا المجتمع البدوي، أبشرا منا واحد أن نتبعه، ما يريدون يسلمون، يقول لك الكبرياء علينا هيك، ما يريدون واحد منهم يصير رئيس عليهم، وترشيح بعضهم ليسلموا له عنان قيادتهم. كل هذه وما يرافقها خطوات ناضجة لا يمكن أن يقوم بها الإنسان البدائي لوحده، ولو بقيت البشرية مع خلافاتها وتصارع القوى البدائية فيها لفنيت أعداد البشر قبل أن يدركوا أهمية الدولة. ما ممكن أنه الجماعات المنفردة تطورها، لابد أنه مجتمع يطورها. لو كل شخص عايش على انفراد
ما تتطور اللغة، ما تتطور اللغة لو كان كل شخص عايش على الانفراد. يعني ممكن احنا كعائلة نطور لغة بيناتنا، الإشارات والأصوات، لكن كمجتمع شلون نفرضها؟ نلقي الآخر همينه فارض أصوات معينة وكلمات معينة، شلون نقدر نتفاهم وياه؟ تصير بلبلة يعني. ولو بقيت البشرية مع خلافاتها وتصارع القوى البدائية فيها لفنيت أعداد البشر قبل أن يدركوا أهمية الدولة، لا سيما وأن لغة التفاهم لا تتطور من دون وجود مجتمع. نعم خدمتكم، عندكم سؤال؟ يا دكتور، أنا على المقاطعة، يعني نعم أي شلون تكونت اللغات؟ يعني كل بشر صار لهم لغة. طبعا هذه مسألة أصل اللغة. أصل اللغة ممكن أنه نتصور يعني سيناريو طويل للاتفاق على الإشارات، لكن هذه ممكن يستغرق ملايين السنين يعني. واللغات، لاحظ مثلا اعتزاز لغة العرب، العرب بلغتهم ما يدل على أنهم هاي نتيجة من اتفاقهم. لو نتيجة من اتفاقهم ما يقولون للشخص اللي يخطئ، يقولون أنت لحنت واخطأت، يقول لهم يعني أتفق على الكلمات. ما يقدر واحد يطلع كلمات بكيفه، ما يقدر شاعر يرتجل مثلا كلمات جديدة يطلعها بكيفه. فاعتناء العرب وهم مجتمع بدائي، مو دولة تقول فرضت عليهم مثلا بلغتهم، يدل على أنه إلها أصل يعني سماوي. ما في أحاديث كثيرة أنه العربية نزلت مثلا على إسماعيل، أو إسماعيل هو الذي علم العربية، العربية لغة أهل الجنة مثلا، يدل على أنه أصل سماوي. أكل اللغة العربية ممكن نتصور يعني. عرفنا أنه آدم عليه السلام أول ما نزل كان يعني في الروايات كان يتفاهم ويا أولاده، يعني تكلم مع زوجته، كان أنه كان أكل لغة مع بداية الإنسان. يعني إحنا نذهب إلى مسألة العناية الإلهية، أنه العناية الإلهية لتعليم البشر هاي الأمور الأساسية حتى يختصر عليهم كثير من الطريق. يعني هذا تصوري للغة، ولا اللغة وحدها من تتطور راح تظهر الآثار التطوير الذاتي، راح التشوهات راح تصير. يعني مجتمع بدائي مثل اللغة العربية وتشوف لغتهم رصينة جدا، أكيد مو من عندهم هاي جاية يعني. تمام، شكرا دكتور. أهلا بك. لا تتطور اللغة إذن في من دون مجتمع واحد يتفق على دلالات الألفاظ. فمن دون دولة كانت البشرية أيضا ستنقرض في بدايتها، كما صرح بالمفكر الألماني فريدريك أنجلز. أنجلز يقول أنه لو ما الدولة مثلا تصير الحياة جحيم، على قوله يعني. أنجلز عاش في القرن 19. والخطر الأول المتأتي، لكن أيضا الدولة أيضا بها خطر يعني. الدولة أيضا بها خطر يعني، وهو طغيان الحاكم وطموحه للعلو وبسط نفوذه على البشرية جمعاء. كل حاكم يفكر أنه يكون حاكم البشرية ككل، وكل حاكم يسيطر على دولته سيسعى إلى بسط نفوذه وإخضاع الدول المجاورة لتعظم موارده، تعظم موارده وممتلكاته، وليأمن من خطر الأعداء. لم يسجل لنا التاريخ وجود حاكم دنيوي هيمن على كل معمورة، إلا ما يروى منذ القرنين أيضا الآيات تذكر أنه على أنه بلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس وبلغ بين السدين، لكن ما يعني الآيات ما تذكر أنه سيطر على كل المعمورة يعني، وما تذكر على أنه ملك استمر لفترة طويلة من التاريخ يعني. فكان التاريخ سجل ملوك يعني منحرفين كثير، وأيضا أرسل لهم سبحانه وتعالى، أرسل لهم الأنبياء، أرسل موسى وإبراهيم للفراعنة أرسلهم. كانت يعني مصر محل عناية الله سبحانه وتعالى الأنبياء. في يعني كان الأنبياء لهم دور يعني، بل في كتابي قصة المعرفة الجزء الأول ذكرت على أنه البدايات البشرية، الملوك البشرية كانوا، الملوك كانوا أنبياء. في الحديث الشريف أول من مدن المدن هو إدريس عليه السلام، يعني جعل الناس تعيش في مدينة. وإدريس كان ملك، ينظر المصريون كملك. حتى في الإشارات أنا شفت في كتاباتهم كانوا يخلون يسمونه مكمل لفظي، مكمل لفظي خالين عليه إشارة الملك إدريس عليه السلام. ماكو صورة إلا بالبردي على أنه قاعد على كرسي، والآخرين يعني في حالة شلون خضوع واحترام إليه. فإدريس كان ملك، ويظهر أنه بقية الأنبياء أو كانت البشرية ما تستمر إلا بقيادة ملكية يعني. وكانوا الأنبياء يقاتلون
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي من نبي سورة آل عمران قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. كان قتال، كان الأنبياء يعني حاضرين في طول التاريخ وفي يعني الصدارة من المجتمع يعني. نعم أنه أزيحت الأنبياء عن الصدارة مع انحراف البشرية، وأصبحت الأنبياء ينظر لهم بحذر يعني. عيسى عليه السلام ما كان قدر يستقر في مدينة لما شافوا، طبعا هاي الملوك شافوا في التاريخ قوة سليمان وداود، وشلون ممكن تكون الدولة مثلا هيجي بقيادة الأنبياء، ظلوا يضطهدونهم يعني. فكانوا يقتل عشرات الأنبياء من بني إسرائيل. قتل يحيى، عيسى عليه السلام كان سائح في الأرض يعني، تارك لمسألة المدينة خايف من الملوك. فبعدين اضطروا بنوا البشري 500 سنة خالية من الأنبياء، من الأنبياء الظاهرين، وظهرت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معزل عن الدول الكبرى في المدينة المنورة. وحتى كان أكو تدخل للروم والفرس يعني في الجزيرة، يدخلون حاولوا يقلبون بعض الأمور. تذكر بعض الروايات أنه كان لهم جواسيس، كانت معركة تبوك ومؤتة، اصطدام مع الروم. وكان أنه رواية على أنه كسرى بعث ناس تقتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدركون خطورة الأنبياء. طبعا هم لو كان الأنبياء مجرد متصوفة زاهدين على المجتمع ما يخافون منهم، وإنما يخافون على ملكهم من الأنبياء. أسلم تسلم يعني، كانت العبارة يعني قوية. والخطر الأول المتأتي من فكرة الدولة هو طغيان الحاكم. طغيان الحاكم أنه يريد يسيطر على كل شيء، الحاكم قلق، يبقى قلق على ملكه يعني. فحتى لو يعني يبقى الصراع بين الدول، ماكو حاكم قدر يسيطر على كل البشرية، لكن هذا الطموح موجود. ما سمح الله سبحانه وتعالى لحاكم أنه يسيطر على كل الأرض يعني. بقيت الصراعات بين الدول قائمة في التاريخ، على طول التاريخ، كلما فنيت دولة تحت وطأة دولة أخرى عادت وقويت حتى تعيد سيطرتها. في تاريخ المنطقة بين مصر والسودان على طول التاريخ تصير مثلا يسيطر المصريين على مثلا كذا، يسيطر السودانيين مثلا وبلاد الحبشة، سيطر على مصر لمئات السنين، وهنا ترجع مرة ثانية يحافظون على هويتهم ويسوون توراة بعنوان هذا الأصل مالتهم، ينتصرون الأصل مالتهم ويطردون الغرباء. ما تذوب دولة يعني، تبقى هذا التوازن، هذا التوازن بين القوى تاريخيا يعني يحفظ البشرية. ما يبقى حاكم واحد، بقى حاكم واحد تطغى البشرية يعني، يبقى هذا التداول بين الهادي. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يبقى تداول الأيام بين الناس. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فعرضناهم عرضا، وهكذا يعني. فطغيان الحكام لا يتوقف عند حد، وهم يريدون أقصى درجة من الخضوع، ومهما قست سياطهم على شعوبهم وسيوفهم على الدول الأخرى، تبقى هناك دوافع للمقاومة والرفض. لا، قول توينبي يقول هذا التحدي هو اللي يصنع التاريخ، هو اللي يحرك التاريخ. الدول يعني تنهار دولة وتقوى دولة تنشأ من الرغبة في الحرية ورفض الظلم والسعي للانتصاف والعدالة، وهذه هي القوة التي توازن الطغيان الحكومي عبر التاريخ. ولولاها لزاد الطواغيت سحقهم للشعوب وامتصاصهم لخيرات البلاد، حتى يتحول امتصاصهم لخيرات البلاد حتى يتحول الناس إلى عبيد. تسقط الدولة لأنها تفقد ولاء أفرادها لها، ولا يمكن إبقاء الحكومة بالحاكم وجنوده فقط يعني. ما تبقى الدولة إذا فقط جيش وحاكم يعني، لابد من قاعدة شعبية تشعر بالولاء للحكومة، ولا الخوف هو وحده ما يصنع دولة يعني. والدول اللي اعتمدت على الخوف مشت زمان معين ومنها سقطت يعني، سقطت أما تاريخيا بسنن التاريخ أنه تزول الدولة، أو لأن هم الأفراد ما يشعرون بالولاء يعني. يحتاج أكو جوانب، يحتاج تتحقق طاعة المواطنين للدولة غيابيا يعني، بدون قوة بدون قهر حتى تستمر. القانون والجيش والشرطة ما تقدر تفرض تطبيق القانون في بعض الجوانب، ما تقدر تخليه فوق كل شخص شرطي، لا. فتسقط الدولة لقلة ولاء أفرادها يعني. تلاحظون صدام يعني لما الشعب يعني حس أنه هي معركته، هي معركة فردية ومعارك سفهية، ما قاتل وياه بال2003، فسقط في فترة قليلة جدا يعني.
ولذا كان الحكام يلجؤون دائما إلى تقنين سلطتهم وخلق دوافع ذاتية لإقناع الناس بأهمية الدولة، يعني يقنعونهم على أنه الدولة ضرورية لكم، الدولة تمنع عنكم الشيء الخارجي، الوطن هو هذا اللي لازم تضحي على موده. فتصير أنه ثقافة من هذا النوع دون تقنين، يعني وإحنا نقدر للمجتمع مالتنا نقدر نذكر لهم على أنه الفوائد العامة، نقدر نثقفهم ثقافة صحيحة، نثقفهم ثقافة صحيحة على الوفاء للمجتمع والوفاء للوطن، لكن الحاكم ثقافته منحازة، ثقافته منحازة بما يضمن الطاعة لنفسه. يعني استمعنا إلى قول توينبي على أنه قول توينبي على أنه الحاجات الأساسية تأمنها الدولة، فلا بد الناس تتنازل عن حريتهم، وهكذا يعني. فأيضا الدولة الحاكم أحيانا يسيطر بصراع داخلي على المجتمع، وهي مثلا صناعة طبقة، يعني صناعة داخلي إما بالثقافة الطبقية، وإما بصناعة طبقة اقتصادية لتصنع بدورها ثقافة عنصرية. أما هو يصنع طبقات في المجتمع، دولة مثلا أصحاب مثلا أصحاب العرق المتميز يركز عليهم مثلا عناية معينة، أو مدينة معينة يركز عليها العناية، مثلا العاصمة يخليها متميزة من ناحية الخدمات، حتى يصير تكبر من أهل العاصمة على المحافظات الأخرى مثلا. وأما بصنع طبقة اقتصادية، أي شخص يشوف نفسه أغنى من العالم يحاول يصنع له طبقة، يعني يصير دولة الأغنياء ودولة فقراء، يعتزل عنهم في المسائل الاجتماعية، في مسألة التزويج والمخالطة والمناسبات، يقطع علاقته بالمجتمع. وأيضا هي هاي الطبقات موجودة تصنع، يعني كل شخص يشوف نفسه متميز يحاول يصنع له طبقة لنفسه، يعني حتى أيضا ما أحيانا مو متميزين، أحيانا يعني خلينا نقول عنوان وهمي يفتخرون به ويصنعوا لهم طبقة لأنفسهم. أحيانا مهنيا، يعني مثلا تنظر هسه الأطباء، الأطباء عازلين نفسهم بطبقة معينة بعنوان معين، لذلك أخطاء واحد منهم ينعكس عليهم. هيك الأطباء سووا، هيك الأطباء سووا، لما يصير خطأ معين يعني تحقد عليهم الناس، تصير الاعتداءات. ليش؟ لأن الإنسان يتجمع إذا عنوان إطار معين يتجمع الأخطاء الفردية، أما إذا ماكو إطار مثلا المهندسين ما لهم إطار، يعني إذا أخطأ مهندس ما يقدر واحد يحكم على المهندسين لأن ما لهم إطار متميز، بينما الأطباء خلوا لنفسهم إطار، فأصبحت أنه كل أخطاء الأفراد خارج الإطار وخارج الأخلاق ترمى من داخل على داخل الإطار، فتتجمع صورة عنهم. فكذلك رجال الدين أيضا، طلبة الحوزة الله يحفظهم، أيضا لهم عنوان معين، يعني هم صارت لهم زي معين في القرون الأخيرة، وصارت لهم بعض المراسيم المعينة، فأيضا أصبحت الحكم عليهم لما يخطئ واحد يصير حكم عام عليهم. يعني هذه مشاكل الطبقة، صناعة الطبقة تصير مشاكل يعني كثيرة عليه، يراد الإنسان ينتبه لها لما يصنع طبقة معينة. فيصير عدم تواصل بين المجتمع لما يتقسم إلى طبقات، وصعوبة الوصول إلى تآلف عام بينهم وقرار شعبي ضد الحكومة. أنا لما أريد أصنع قرار شعبي وأتفاهم ويا الناس، وأشوف هذه الطبقة اللي أنا حاقد عليها يمثلها شخص، أقول لا هذا ما يرشح من عندنا. أما أحيانا صارت هاي بين حالات حرجة عند العرب، لا هذا مضري ما يحكم بينا إحنا ربيعة، هذا من كذا ما يحكم علينا إحنا هيجي مثلا أصلنا هيجي. فالطبقات العشائرية أيضا سببت تقسيم التعصبات، يعني ربيعة ومضر، هذا بكري وهذا كذا. فيصعب يعني أحيانا الطواغيت يصنعون طبقات بين المجتمع، فالمظلومون يرون أن هاي الطبقة ظالمتهم، يعني فما يوجه سخط على الدولة، سخط مالته راح يتوجه على هاي الطبقة، يعني يرون عدم العدالة في توزيع الثروات العامة واستئثار طبقة منهم بالسلطة والمنافع الحكومية. فرعون كان يستضعف طائفة منهم، مو كلهم يستضعفهم، يستضعف طائفة منهم يعني.
وتتطور دوافع الحرية والرغبة في العدالة حتى تنتزع من الحكام شيئا فشيئا. هذا أيضا يوازن سلطة الحكم، هاي الرغبة بالحرية، هذا الدافع مال الحرية للإنسان، شهوة الحرية، يريد يشوف إرادته متنفذة يعني على الواقع، يريد ما حد يقيده يعني، من يوقف لك واحد بالطريق يعضلك عن هذه أنت تتضايق، ويحصل غضب الإنسان لما إرادته ما تتنفذ على الواقع شيئا فشيئا من سلطتهم، هاي حرية الإنسان. بعد سيل زاخر من التضحيات، طبعا مو بسهولة الحكام يتنازلون، يحتاج تضحيات قوية، ثورات، مطالبات. والحرية المطلقة كما تقدم أيضا لها مخاطر، الحرية المطلقة أيضا لها مخاطر، الدخول في الفوضى مثلا قبل تحقيق حالة الوعي الكامل والشامل لجميع الأفراد. الله سبحانه وتعالى يريد للبشرية، مثل ما راح تجي نظرية العناية الإلهية، يريد البشرية، البشر الإنسان أن يكون خليفته، يعني جاعل في الأرض خليفة. أعلن الله سبحانه وتعالى الملائكة أنه سيجعل الإنسان خليفة، خليفة له، خليفة طبعا يقوم مقام المستخلف يعني في ذلك الوقت. أما كانت البشرية يعني تعجبت الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إحنا قاعد نشوف جرائم وقاعد نشوف شر وقاعد نشوف كذا، شلون يكون خليفة هذا الشرير؟ قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. بالمعرفة راح البشرية تحقق اختلافه، بالمعرفة راح تصلح أخطائها، مثل ما آدم عليه السلام لما أخطأ اهتدى إلى أنه في معرفة خاصة أنطاها الله سبحانه وتعالى، اهتدى إلى التوبة، بينما إبليس ما تاب. فتشوفون أنه صلح خطأ آدم عليه السلام. كذلك البشرية في المستقبل راح أنه تعترف بأنه ظلمت نفسها وراح ترجع تصلح أخطائها. فالدخول في الفوضى الحرية المطلقة يعني قبل تحقيق حالة الوعي الكامل والشامل لجميع الأفراد، إذ يفضل كل شخص حريته الشخصية ومصالحه على المصالح العامة، ولا يثق بالضمانات الحكومية التي ولا يثق بالضمانات التي تعود إلى أنانيته، يعني لا يثق بالضمانات بسبب هاي الأنانية. إذا هو التزم بالأداء العام، يعني مثل ما نقول هسه راح نجي إلى الرأسمالية، أنه تقول للإنسان أنه التزم بالقوانين العامة، لأن هاي راح ترجع عليك بالنفع، هاي ما يثق بها يعني. يريد حرية، يريد حرية يعني، ليش يلتزم بالقانون؟ صعب تقنع الإنسان على أنه هذا راح ترجع لك بالفائدة يعني، لأن راح أكو تضحيات يعني، صعب يستفاد منها أو تستفاد أولاده يعني. وكانت فكرة مؤسسي، كانت ظهرت نظريات للتحكم بالصراع الطبقي ولتقنين حرية الإنسان وللفائدة للإنسان شلون يستفاد يعني. فكرة مؤسسي النظرية الشيوعية للوصول إلى الطور الشيوعي الأعلى، طور اللي يزول رأس المال وتزول الدولة، وتكون في البداية أن تكون ملكية أولا للدولة. أنه المرحلة في التاريخ كان العصر، أول مرة العصر الزراعي، ومنها العصر الإقطاعي، ومنها صار العصر الدكتاتوري وعصر تجمع رؤوس الأموال، لأن الناس ما تجمع رؤوس أموال والدولة تحتاج رؤوس أموال، ففرضوا على أنه تصير يعني هذا تاريخيا يتجمع رؤوس الأموال، لأن دولة مثلا التجار الكبار ينفذون مشاريع كبيرة. وبعدين يجي عصر الشيوعية وطبقوها وين؟ في روسيا اللي كانت مجتمع زراعي. يعني شلون هذه شلون تصير؟ شلون تتحول الدولة من زراعي إلى شيوعية أو اشتراكية؟ قالوا لازم نسوي مرحلة ممهدة، خلوها فترة حتى تتجمع رؤوس أموال، ودولة أهل رؤوس الأموال راح يخدمون الدولة ويسوون مشاريع عملاقة، قبل لا الدولة أنه هي تتمكن بصناعة هاي المشاريع. فالدولة بيد، فقالوا أنه على غرض إزالة الصراع الطبقي نخلي الدولة بيد الطبقة العمالية، بروليتاريا. كانت هاي المرحلة، مال هاي المرحلة يسمونها ديكتاتورية بروليتاريا، حتى تتجنب الصراع الطبقي، لأن يعني الشر، كل الشر هو من صراع الطبقي عندهم يعني، إلى أن يصل الأفراد إلى مستوى العمل تلقائيا وإنكار الذات أمام المجتمع، يعمل لغرض المجتمع وياخذ حاجته من الدولة، وأيضا بعدين ياخذ حاجته من المجتمع.
هذا مجتمع مثالي طبعا. وما طرحه التربوي، احنا لما بالدين قلنا ضحي المجتمع، نقول له اخرتك بالاخره تحصل ثواب. اما في الشيوعيه هم لا سيما هم انكروا الدين، فشلون شلون يقدرون انه يعوضون الانسان عن تضحياته؟ هذا شيء مجهد يعني. عندهم انه الصراع الطبقي يزال بهذه الطريقه، حرية الإنسان أنه يبرر لأنفسهم تقييدها للوصول إلى هذا الشيء، يعني الوصول إلى الطور الشيوعي الأعلى. طبعا لم تضمن الشيوعية دوافع لتحقيقات التضحية الكبرى، كان الدوافع ليش يخليه يضحي المجتمع قد لا يجد المؤسسون ثمراتها في حياتهم. يعني 70 سنة بقوا السوفيت يعني يضحون لأجل الدولة لأجل كذا، وبعدين ظلوا في فقر يعني. وكانوا رؤساء الاتحاد السوفيتي كانوا عندهم رؤوس أموال ضخمة، يعني خروشوف في المؤتمر، خروشوف هذا رئيس الاتحاد السوفيتي بعد ستالين، كشف في المؤتمر 20 للحزب الشيوعي، كشف على ثروة ستالين وجرائم ستالين. ستالين كان هو القائد اللي بعد لينين صار سيطر على الثورة، كان ديكتاتوري، حتى كان في الاجتماعات مع يعني مجلس السوفيتي يخلي طبر يمه اللي ما يعجبه يضربه، يعني ضرب تروتسكي. تروتسكي زميله البلشفيك، يعني ما الحزب الشيوعي انقسم الى قسمين، الشيوعي هو تطبيق للماركسيه، الحزب الشيوعي تطبيق لينين للماركسيه، فانقسم الى قسمين منشفيك وبلشفيك. بلشفيك هو اللي سيطر على الاتحاد السوفيتي وسيطر الحكم في قياده لينين، بعد لينين صار ستالين. تروتسكي هم كان زميل ستالين وكان احد يعني هو المنظر للشيوعيه وكان شاعر، فضرب ستالين بالطبر يعني. هو بعد خاف على نفسه، شرد لإسرائيل، قصة طويلة يعني عندهم يعني. فكان ديكتاتورية يعني، نشأت ديكتاتورية أبلغ يعني، وكانت ثرواتهم تتجمع وكان قراراتهم يعني صارمة. مثلا لينين قتل 5 ملايين فلاح، 5 ملايين فلاح رفضوا يسلمون أراضيهم للدولة، تكون ملكية للدولة، قتلهم في مناسبة واحدة. أما ستالين في حدث ولا حرج على الجرائم اللي سواها يعني. الرأسمالية في أوروبا طورت نموذج آخر يعني. الرأسمالية قلنا أنه هي نشأت من تجمع رؤوس الأموال عند البرجوازيين. دول ظلوا يستغلون العامل. يعني يصير فائض مثل ما فائض يعني الإنتاج ما يرجع لأجور العمل. ما يرجع للعامل. لما ابو المعمل يصير عنده فائض بالانتاج ما يرجع بالربح للعامل، لا يبقى العامل عايش في اقل جهد معين حتى ما يصير هو عنده راس مال. فطور ماركس انه فكره الشيوعيه من هذا الواقع اللي كان في بريطانيا، كان يتصور شيوعيه راح تظهر في بريطانيا لان هي وصلت للراسماليه، لكن هم طبقوها طبعا بشكل متعسف في روسيا. هي خطا انه لحد الان بعدين انه قلنا انه هي تفقد كثير من المبررات، يعني تخلي الإنسان لا ملكية عنده، لا يملك شيء، وليش يضحي يعني، فخالفت فطرة الإنسان. الرأسمالية لا، تركت الأمور وخلت الصراع يصير داخلي مو ضد الدولة، ما يتوجه ضد الدولة. الرأسمالية بحجة الحرية تترك هذه، لا هي الدولة الحقيقية هي كلكم راع، الدولة هي راعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرأسمالية طورت النموذج الديمقراطي للتحكم بالصراع الطبقي، وهو وضع السلطة بيد الأكثرية الشعبية. أريد نزيل الطبقات، شلون نزيل الطبقات؟ نخلي السلطة بيد الطبقة الشعبية الأقل. شلون؟ عن طريق الانتخابات. التحكم بالصراع الطبقي وهو وضع السلطة بيد الأكثرية الشعبية، وفصل السلطات لتقليل طغيان الحاكم، وإعطاء أكبر قدر ممكن من السلطة للشعب لتحقيق رغباته، لكنها بقيت أيضا رهن الوعي العام لانتخاب المرشح أو الحاكم المناسب، مثل ما شرحنا سابقا من عيوب النظام الديمقراطي، وهو ما يجعله تبعا لرغبات ناخبيه والجدول الزمني لمدة رئاسته. حتى أنه بعض المحافظين المحليين في العراق سووا مشاريع طويلة الأمد ما لحقوا أنه يفتخرون بها أو يحسبونها لأنفسهم، لا أنه حسبت لغيرهم يعني ما لاحظها الناس. فهذا يزهد في عمل الخير ويخلي أي محافظ ينفذ مشاريعها ضمن هاي ال4 سنوات. طبعا هاي تكون مشاريع صغيرة وغير مجدية يعني. الآن إذا عندكم سؤال تتفضلون بالسؤال، وإذا ما عندكم سؤال خل واحد يكتب حاضر يعني.
اكتب حاضر في التعليقات يعني، وأنا بخدمتكم لأي سؤال نستمر بالمناقشة.